السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: خمسة أصناف من الناس لا يعذبون ولا يفتنون في القبر ولا يسألون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وديروا بالكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم مني أنا أخوكم الإعلامي عماد زيد كل جديد. ويلا بينا. قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي: إن الملكين يدخلان يسألان المتوفى عند آخر قرع نعال، أي عند خروج آخر حذاء من المقابر. وهناك أصناف من الناس يمكن ألا يسألوا. وأشار الداعية إلى أن الإنسان من الممكن لا يسأل في قبره، فالعبد لو كان من أحد أفراد الخمسة الأعمال هذه يأمن من السؤال في قبرهم، وهم: أولا، من مات مرابطا في سبيل الله، وليس شرط أن يموت في سبيل الله مثل الجندي الذي يقف بسلاحه على الحدود، والغفير الذي يمكث أمام محطة القطار، والشخص الذي يعمل حارس أمن، فهذا هو المرابط في سبيل الله، وهو الذي يحمي الديار مستشهدا في ذلك، بحديث ورد عن سليمان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان. الفتان أي فتنة القبر أو عذاب القبر. وأكثر دليل على ذلك هو المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين يدافعون عن مصر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. حمى الله المرابطين والمرابطات في سبيل الله في المسجد الأقصى المبارك وفي فلسطين، وكل مسلم في هذا العالم هو مرابط. يعني نذكر هنا بأن كل إنسان فيها في كل إنسان مسلم هو مرابط في سبيل الله في عمله. أما الشخص الثاني فهو الذي يموت شهيدا في سبيل الله، منوها إلى أن الذي يحرس الحدود مثل الشخص الذي يحرس السيارة، وهذا لأن كلاهما يحرس، مستشهد في ذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقيل: ما بال المؤمنين يقتلون فيكم يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، إلا الشهيد. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي لما كان يقاتل. رواه النسائي وهو حديث صحيح. أما الشخص الثالث الذي يداوم كل ليلة على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك تبارك، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءة على قبر. هذا رجل دخل إلى أو أحد أصحاب الرسول ذهب إلى مقبرة وضرب خباءه على أحد القبور. يعني قصة يجب أن تستمعوا لها جيدا. وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. الشخص الرابع وهو الذي يقتله بطنه، مثل مريض الكلى ومريض السرطان والكي والسكر، الله يبعدنا عنكم كل الأمراض هذه يا رب العالمين، الذي حصل له مضاعفات، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه
يرفعه أنه قال: من مات مبطونا وفي فتنة القبر، من مات مبطونا بقي فتنة القبر وعدي وريح عليه برزقه من الجنة. وفي سنن النسائي: من من قتله بطنه لم يعذب في قبره. أما الشخص الخامس الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، مستشهدا في ذلك بحديث وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. في نهاية هذه الحلقة نقول: عذاب الميت في قبره حقيقة أثبتتها النصوص الدينية، وقد ذكرنا في إجابة سابقة الذين يشملهم العذاب في القبر، لكن هناك أناس يجارون من عذاب القبر أو يجارون من عذاب القبر، لكن هناك أناس يجارون من عذاب القبر بسبب ما قدموه من الأعمال الصالحة في أيام حياتهم، وها نحن نذكرهم باختصار: من يؤدي الحج، من يؤدي الحج، من يصوم في شهر رمضان أو من يصوم في شهر رجب، من يحيي ليلة تامة بالصلاة، من يموت في ليلة الجمعة أو يومها، من يتوضأ وضوءا كاملا صحيحا، من يقرأ آية الكرسي، من يقرأ سورة الملك، من يحب أهل بيت النبي عليه السلام، ومن يصلي صلاة ليلة الجمعة. وأما بالنسبة للحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج ثلاثة، فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وقاه الله عذاب القبر. ومن يصوم شهر رجب، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رجب 4 أيام عوفي من البلايا كلها، من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدجال، وأجير من عذاب القبر. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام من رجب 8 أيام فإن للجنة 8 أبواب يفتح الله عز وجل له بصوم كل يوم بابا، ويثبت له النور في قبره، وينزع الإثم والحسد من قلبه، ويجار من عذاب القبر. أما بالنسبة من يحيي ليلة تامة من الصلاة، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل بين ثواب صلاة الليل: ومن صلى ليلة تامة تاليا لكتاب الله عز وجل راكعا ساجدا وذاكرا أعطي من الثواب ما أدناه، يخرج من الذنوب كما ولدته أمه، ويكتب له عدد ما خلق الله عز وجل من الحسنات مثلها درجات، ويثبت النور في قبره، وينزع الإثم والحسد من قلبه، ويجار من عذاب القبر، ويعطي براءة من النار، ويبعث مع الأميين. من يموت في ليلة الجمعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله عنه عذاب القبر. ومن يتوضأ وضوءا كاملا، عن عبد الرحمن بن أبيرة في حديث طويل قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يوما فقال: رأيت البارحة عجائب. قال: فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا، فداك أنفسنا يا رسول الله وأهلنا وأولادنا. فقال: رأيت رجلا من أمتي عليه عذاب القبر، فجاءوه وضوءه فمنعه من أما من يقرأ آية الكرسي. فعن الإمام محمد الباقر عليه السلام: من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه 1000 مكروه من مكروهات الدنيا، و1000 مكروه من مكروه الآخرة. أيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. وقد ذكرنا لكم عن سورة الملك والمبطون والشهيد والخمسة الذين لا يعذبون من عذاب القبر. أجارنا الله من عذاب القبر، وأجارنا الله سبحانه وتعالى من عذاب يوم جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا تنتهي حلقتنا، انتظرونا في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.